لابد علينا أن نعود مرة ثانية إلى اهدنا الصراط المستقيم، أن نعود مرة ثانية إلى تحويل مناهج تعليمنا إلى إعلامنا إلى أسرتنا إلى وظائف مؤسساتنا، لابد علينا أن نحولها إلى عمل يعيش فيه المواطن الصالح وإنسان الحضارة الذي أراده الله سبحانه وتعالى، والذي علمنا في الفاتحة أن يقول اهدنا بالجمع الصراط المستقيم.